السرير. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لا والسماء لا يكفي يكفي خلاص تمشوا لجهنم. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم. اللهم اره الحق، اللهم اره الحق. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ماتوا كلهم تقريبا كلهم. هل بقي منهم العشرون؟ نعم. أسلم؟ لا، لكنهم لا يريدون الإسلام. يريدون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض. كم واحد أسلمتم من أصحاب الجبال؟ طيب والسبعة عشر ماتوا. طيب الخاطفة هل تحتاج الاستراحة قبل أن نواصل؟ نواصل. طيب طيب نحن بدأنا بجن الشهوات، وفيهم الذين يعملون للسحرة، وفيهم الذين يعملون لإبليس لإضلال الناس، وفيهم الذين ترسلهم الماسونية وغيرها لإبعاد المسلمين عن الدين لتهيئ مجيء الدجال. فكل هذا هل جاء؟ أكثرهم جاء. ثم دخلنا في الذين صنعهم إبليس، فتلك كانت ملكة النار، وثم الجن الذين في البحار، ثم الذين في الجبال. طيب الآن سنبحث عن الجواسيس. كل ما فعلنا فصار الكلام والكلام والكلام في عالم الجن، وفيه جيوش في كل مكان للمحافظة على الأسحار وعلى مصالح الشيطان. فسنحضر كل الجيوش التي تخبر، سنحضر كل الجواسيس الذين يخبرون الجيوش وينذرون
ويخبرون بما فعلنا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكادوا تميزوا من الغيظ، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض. كم من جواسيس أنتم؟ من أخبرتم بما فعلنا الآن؟ السحرة. كم من ساحر؟ السحر البشر. طيب، فيه الجن الحراس الذين يشغلون جرس الطواري، هل جاءوا هؤلاء؟ سنحذرهم إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكادوا تميزوا من الغيظ، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض. كم من الحراس أنتم؟ طيب، أريدكم أن تشغلوا جميع جرس الطواري حتى يحذر كل الجيوش والشياطين والعفاريت الذين لا يحبون ما نفعل، ويريدون إبعاد المسلمين من الإسلام، ويريدون من يجيء الدجال ونصرة السحر.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغائظ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات وكل شيء وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها حرمت عليك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانتا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض خلاص. الشيء الذي شعرت به الخاطفة مثل الطبق على البلاد والغشاء على الناس حتى لا يتبعون الدين ما هو؟ هي كثرة الأسحار التي فعلت لإبعاد الناس عن الدين. طيب حتى الأسحار العادية تؤثر في إبعاد الناس عن الدين وتقوية الشياطين والجن الكفار. طيب الحسد والعين كذلك وكل هذا يبعد الناس من الدين. الله يصلح الأحوال. والأفراد الذين يعني رأيناهم من تركت الصلاة ومن جعلت الأظافر في أيديها ومن ترك الصلاة فهذا كله ناتج عن هذه الأمور. طيب لننظر إلى كل هذه الأسحار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون عظيم الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله أخواني كما رأيتم يعني السحر والشياطين وأتباع الشيطان والذين يعدون للدجال كل هذا صار تأثيره قوي على المسلمين والأسحار التي يفعل بعضنا لبعض والعين وهذا يجعل اتباع الدين أصعب وأصعب. فإخواني تمسكوا بالدين وإياكم والفلتة وإياكم والمعصية فلعلها تكون الهاوية وتكون الكارثة. تمسكوا واجتهدوا لمن حولكم أن يتمسكوا بالدين لأن إذا كان هذا الزمن هذا الوقت صعب فما بعده أصعب وأصعب. الله تعالى المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.